طيب، تفضل سعادة النائب وذكر موضوع العلاقة بين جامعة البحرين والبوليتكنيك البحرين. والجامعة في الحقيقة عملت بمقتضى توصية ديوان الخدمة المدنية وعملت مذكرة تفاهم فيما بينها وبين البوليتكنيك البحرين لتنظيم العلاقة والأخذ بما جاء في التوصية. وهناك خطابات بين جامعة البحرين، بين سعادة رئيسة الجامعة وسعادة رئيس جامعة البوليتكنيك، وهناك أيضا يعني اجتماعات مستمرة. والمذكرة يعني في طور الآن الإعداد والمراحل النهائية، وستأخذ بعين الاعتبار كل ما جاء في هذه التوصية. في ما يتعلق بمسألة المحلات، أيضا الجامعة شكلت لجنة ودرست المحلات الغير مؤجرة، وأيضا عملت دليل استرشادي لهذه لكل المحلات التجارية الموجودة في البحرين. ولا شك أن الأزمة أثرت حقيقة على شغل هذه الأماكن، وبإذن الله فور عودة الطلبة مع بداية إن شاء الله العام القادم سوف تعلن جامعة البحرين وفق النظام الذي أعدته هذه اللجنة عن المحلات الشاقرة، وبيكون هناك نظام موحد لتأجير المحلات واستغلالها الاستغلال الأمثل يعني.